يا صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة، صباح الأمان وراحة البال يا بنات. هعمل معاكم النهاردة فلافل روعة في البيت، أحلى مليون مرة من المطعم، طعمها حلو قوي، نظيفة كده، انتي عارفاها وعارفة مكوناتها ايه. يلا حبايبي، اللهم ارحم أمي وأبوي يا رب، اغفر لهم يا رب، ويشفيني ويعافيني ويشفي ابني اللهم أمين. ويلا بينا على الفيديو. شوفوا الفلافل وجمال الفلافل، احلى عجينة فلافل في البيت. شايفين قوامها وجمالها؟ شايفين قوام العجينة؟ اللهم بارك. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. طيب يا حبايب قلبي، مساء الامان، مساء السعادة، مساء راحة البال. يا رب كده ارحم امي وابويا ويغفر لهم، يقع قبرهم روضة من الجنة، ويشفيني ويعافيني يا رب اللهم امين. بصوا بقى، هتجيبي كده بولة فيها مية، فيها 4 كوبايات مية، تحطي عليها 1.5 كوباية من الفول المقسوم 2، ده اللي هو متقشر ومقسوم 2، نفس المنظر ده. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنيجي بقى ايه نحضرها. خلاص احنا كده نقعناها. بصوا الكوباية الواحدة اللي كنا نقعناها امبارح بقت عاملة 4 كوبايات معاكي. أنا ليه ماشية معاكم بالميزان؟ لأن الفلافل بالذات لو فكت منك خلاص بتخرب. يعني نقول بصوا، لأ 3.5، بقت 3 لأن هي متساوية كده. 3.5 كوبايات منقوعة، 3.5 كوبايات منقوعة، يعني كوباية بدأت معاكي كده، يعني لو أنت هتاخدي من منقوعة هتحبي 3 كوبايات منقوعة، تمام؟ وهيبقى عندي كده بقى إيه، هنجهز الخضرة بتاعتنا. عندي بصلاية كده كبيرة واحدة بس، ما تكتروش ما تبقاش كلها مية، بصلاية واحدة، فلفل حامي لو بتحبي، أو فلفل إيه اسمه إيه، أو ممكن ما تحطيش فلفل خالص، وحزمة كبيرة من الكزبرة على بقدونس. انا يعني اهو شوفوا، هنمسكها بالمقدار، بصوا على كف ايدك اهي كده، راحت على الايد كده تمام. وكرات اهو، كرات بصوا على بردك، على ايه حزمه كده، بس انا ما عنديش كرات، فحاطه بصل اخضر، عروق البصل الاخضر تمام، عروق البصل الاخضر يا بنات. لو ما عندكيش كرات في البلد اللي انت عايشه فيها حطي عروق، احنا عندنا بس مش متوفر في الكويت قوي، يعني فاهمين مش متوفر في الكويت جدا تمام. كده بقى هتعمليه بقى ميكس، خلاص هي دي. شفتوا ان الفلافل مفيش اسهل منها، ان الدنيا كلها قلبانها ولازم تروحي المطعم، الفلافل فعلا مفيش احسن منها ولا اسهل منها. هتحطي بقى عليها ايه، اسمه ايه، الفول. هنحط بصوا 2 كمون، 2 كزبرة، ربع بابريكا او شطه، ملح، وبصوا ذرة كركم عشان يخلي لونها حلو تمام. في انا بقى تركية بحب اعملها في الفلافل زي الكفتة، بحب احط لها خبزية كده منقوعة تمام، بنقعها كده اهي، هصفيها بس المية، هحطها عليها تمام. طيب تمام، في حاجة بقى بحطها في الاخر بعد ما دي ما بتخلص، بحط معلقه من بيكربونات الصوديوم واقلبها. ليه؟ علشان تحافظي على لونها يكون جرين جدا، ما تبقاش مسوده تمام. بيكربونات مش بيكنج باودر يا بنات، في فرق، عشان في بنات مش فاهمين الفرق. ده البيكنج باودر اللي بيرفش، ده بيكنج بيكربونات الصوديوم، ده بيكنج باودر بتاع الكيك اللي بيخليه ينفش، لكن دي بيكربونات الصوديوم عشان تحسن لونها وتخليها ما تبقاش مسوده. دي في الاخر. من دلوقتي احنا دلوقتي بقى هنعمل ايه، هتقلبي بقى كل ده كده اهو، بحيث ان يبقى ايه متساوي كده مع بعضه، وكده كده هنقلب الخليط في الاخر، يعني عملتي ده الاول عملتي ده الثاني، في الاخر هتساوي. محتاجه بقى بس منك مطحنه كويسه او كبه كويسه. طيب يا بنات، بعد ما قلبناهم كده مع بعض هتبداي تعملي ايه؟ هتبداي تاخدي جزء جزء تحطيه في الكبه وتضربيه كويس جدا تمام. في الاول هيبقى مثلا لونه اخضر، بعد كده لونه اغمق على حسب ما انت حطيتي في الكبه، فحاولي تكوني ايدك ميزان، تحطي فول مع الخضره مع كله تمام. وحتى لو ايدك مش ميزان في الاخر انت كله هتقلبيه في بعضه تمام. يلا
تمام. بصوا بقى اخر واحده شكلها كلها فول اهي، شايفين؟ هتتحط بقى على هي الخضره اللي اتعجنت برده، وهتظبط اللون كله في الاخر. ثواني انزلها. طيب يا حبيب قلبي، كده احنا خلاص خلصنا الكمية. حطيت عليهم نص ملعقة بس من البيكربونات الصوديوم، وقلبتها قلبتها. وتقدري بقى تحطيهم في الفريزر، في اكياس الفريزر. شايفين العجينة رهيبة ومظبوطة جدا، والمقادير مظبوطة. بصوا بقى يا جماعه، وقت القلي جيبوا معلقه كمان النشا، حطوا طيب يا بنات. زي ما شفتوا كده، وانت بتحمري تاخدي معلقه نشا وتحطيها وتقلبي وتحمري على طول، بتحسن اللون وبتحسن القوام، وبتخليها حلوه وبتديها لون حلو على فكره جدا، وبتحافظ على خضرها وتخليها حلوه قوي، وفي نفس الوقت بتخليها مقرمشه. يعني ليها فوائد كتير قوي معلقه النشا دي، فحاولي ما تستغنيش عنها، لانها فعلا بتخلي الفلافل طعمها جميل جدا يا بنات. وبس خلاص، يعتبر خلصت معاكم الحلقه. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش لايك وشير وتعليقكم هيساعدني. باي باي. قولي لي عن شعورك انتي ايه؟